السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. صباح الخير وزلت لي كاملين، كيف دايرين؟ نتمنى تكونوا مزينين بأحوال جيدة. مرحبا بكم في قناة شين أم ملاك وقناة ديلي التانية فاتشي تيفي. مرحبا بكل واحد متابع القنوات ديالي من داخل المغرب ومن خارج المغرب. كما كتشوفوا اليوم بغيت نشارك معكم النهار ديالي، نهار يوم الجمعة. بغيت ندير هاد الكيكة ان شاء الله، باش غادي نديها لواحد الصديقة ديالي زيدت، غادي نمشي عندها انا واحد اصدقائي، غادي نمشيو نتلمو عندها لاني كانت هي اصلا كانت تقرا معنا في المدرسة، كنا كتقرا معايا في اللغة الفلامانية، ودركو انا غادي نمشيو عندها يعني نقررنا باش نديو الغدا ديالنا ونديو حويجات ونمشيو حنا عندها، لان ديجا هاديك الخطرات كنت شاركت معكم وكنا مشينا عندها لوبيتال، واليوم غادي نمشيو عندها للدار. المهم بغيت ندير هاد الكيكة، يعني اول مرة غادي ندير هاد الكيكة بيني وبينكم. جامي درتها، كانت عطاتني المقادير ديالها غير مرت حمايا كما يقولوا، اخت اخ الزوج ديالي مرتو هي اللي عطاتني المقادير اللي كديرها، بغيت نشاركها معكم. اول حاجة غنديرو 5 ديال البيضات، غادي نديرو هنايا 2 بيكنج باودر، غنديرو فانيا، غنديرو 3 كيسان ديال الدقيق يعني الكاس ديال دانون، شتو كاس ديال دانون، غادي نديرو نعبرو به كلشي المقادير. غادي نديرو كاس ديال دانون، مليحة شوية سكر زيت، هنايا هادي الكاكاو، غادي نقص شوية الخليط الأبيض وندير فيه الخليط الأسود هكا. هنا كما قلتكم نفس الكاس ديال دانون. دابا غادي نجيبو البول باش نحكمو المقادير ديالنا. خصنا البنات نضربوها بالطراب الكهربائي باش تجي مزيانة. أول حاجة نحتاجو نديرو البيض، البيض البنات خصو يكون ضروري بحرارة المطبخ، أي حاجة تبغيو ديروها البيض خصو يكون يعني ما يكونش بارد، يكون سخون. شوفوا البنات هنايا في لا بلجيك يعني في كل شيء، مهم انا نهضر على بلجيك لاني هنا، قروا باش يسدوا المدارس شي جوج سيمانات، غيسدوا المدارس يعني جوج سيمانات ما غاديش يقراو الدراري، غادي يبقاو في ديورهم، واصلا موراها غادي تجي العطله ديال الربيع، غادي نتعطلوا جوج سيمانات، المهم قولوا لي شهر غادي نجلسوا في الدار، غادي يبقاو يخليو غير لي كريش اللي والديهم يخدموا، اللي عندهم مواتهم ولا باباتهم يخدموا، يعني خاصهم اوبليجي يديو لا كريش وليداتهم، اللي ما كيخدموش الا لان مع هذا الشيء ديال المرض وشتو شراه بقى روينه وداك الشيء، يعني طلعوا بلجيكا باش ما يزيدش هذا الشيء كثر، قالوا خاصنا نسدو كلشي المدارس، سدو لي ريستوران، سدو تو كلشي سدوه، سدو الجامعات، يعني ما خلاوش شي حاجه محلوله ولا، باش هذا الشيء ما يزيدش يتكاثر، لان هذا الشيء بالتجمعات كيزيد يتكاثر. مهم دابا نوليو للكيكه ديالنا. هنا درنا هنا 5 البيضات، غادي نديرو قبيصه ديال الملح، غنديرو سكر سنيدة، غادي نضربو سكر سنيدة مع البيض، البنات دابا هنا غادي نديرو الزيت ديالنا وغادي نديرو دانون في نفس الوقت، غادي نحركو مزيان مزيان مزيان. البنات اللي عندها دانون ديال الفاني ولا ديال البنان يدير ديال الفاني ولا البنان، انا ما عنديش، عندي هذا ديال الصامط، اصلا ما كنشريش هذوك لان ما كناكلش، كناكل هذا الصامط انا، يعني هذا يدير الى الى بلا شغل في الشغل العيش، الى الى بلا ما
دابا انا غادي ندير الدقيق ديالي. جبت هنايا هذا، جبت الغربال باش غادي نديرو الدقيق والبيكين باودر، نغربلوهم البنات باش ما يبقاوش دوك الحبيبات. كلها البنات، هو الخليط ديالنا دروكا، رانا ضربناه مزيان مزيان الخليط. البنات دابا غادي نقص واحد شويه في الغرفيه باش نديرلو اللون الاسود، نديرلو كاكاو. البنات
البنات كما تشوفوها هي هنايا الكيكه ديالنا، راني خرجتها معكم. غادي نديرها في الطاسه ديال التقديم. شوفوا البنات كيفاش دايره. دابا غادي نديرها الشوكولا والديكوراسيون حسب الاختيار. شوفي يعني البنات خصكم تخليوها من تخرجوها خليوها تبرد عاد حيدوها باش ما داش معكم تهرس لكم ولا. خليوها تبرد مزيان. شوفوا راني جبتها قبيله تخرجتها وانت على راني غادي نحيدها. شوفوا البنات دوك غادي نديروها هنا في الكبسة ديال التقديم. شفتوا البنات غادي نجيب واحد الشبيكة كنحطها عليها ندير لها الشوكولا نزوقها عاد نحطها هنايا باش ما تزلاليش الشيكولا هنايا. البنات كيما كتشوفوا هنا دابا درتها على هاد الشبكه هكا. غادي ندير لها الشوكولا هنا من الفوق. ونخليوها تبرد معنا. مهمين نجيو نقطعها ونشاركها معكم ان شاء الله. هذيك المره غادي نديرها للصديقه ديالي ان شاء الله الا ما نسيتش البنات. قلت لكم الا نسيتش، الا ما نسيتش انا نشاركها ان شاء الله معكم عند الصديقه ديالي. دايما نشاركها معكم. وهذه هي الكيكه ديالنا. غادي نخليوها باش تبرد مزيان مزيان وغادي نولي معكم من بعد. انولي معكم غزالتي كما كتشوفوا هذه هي الكيكه هي اللي هنايا اللي حطيتها معكم. شوفوا كيفاش دايره درتها هنايا. مهمين غادي انا نحلها غادي نشاركها معكم كما قلت لكم. هذه هي الكيكه ديالنا، نتمنىها تعجبكم وتجربوها يعني مقاديرها بسيطه. مهم حتى نحلها ونوريها لكم من الداخل كيفاش جات دايره. وزلاتي كما كتشوفوا دابا راني غادي نمشي عند الصديقه ديالي. غادي نمشيو نتلمو في واحد البلاصه باش غادي نمشيو عندها. مهم هنايا راني لابسه هاد القمجه هكا، راني كنت ديك النهار شاركتها معكم درت لها هكا فرانه في الاورنج لان هي فيها الاورنج هكا والمونطو ديالي صافي، ودرت الساك خفيف وصافي. هذا ما كان وجد حوايجي باش غادي نمشي. ومهم انا ملي غنمشي غادي نشارك معكم كل شيء. وشكرا لكم انا كتشوفوني عاد في الكوزينه كما كدير الطعام راه يطيب. ايوا قلت غير تصوني لي صاحبتي نطفي الطعام. البنات كما كتشوفوا دابا راني خرجت راني ماشيه راني هزه هنا الحوايج الكيكه اللي درتها. مهم راني شاركتها معكم وغادي من نكون غنحلوها نشاركها معكم. يلا بقاو معايا حتى التالي. جاتي كما كتشوفوا دابا راني عند الصديقه ديالي
اللي زيدت رانا يعني جينا عندها حنا بزاف البنات، يعني حنا نقولوا 4 جينا عندها. مهم هذه هي هنا رفيسه كما تشوفوا، هما هنا في الغرب ولا في الشمال يعني كيديروا هاد الرفيسه، حنا في الجهه الشرقيه يعني ما كنديروهاش دائما. المرا من زيد كنديروا لها البركوكش كما تشوفوا، يعني هنايا راهم هنا سقاو رفيسه وداروا الحلبه مع المسخن بابار بوحدهم، لان غالبيه ما كيبغيهمش، اللي بغي غيدير قدامه وصافي. مهم نتمنى يعجبكم هذا النهار اللي تقضيوه معايا عند الصديقه ديالي. هذا ما كان البنات. مهم كما تبان لكم هنايا الطابله ديال لاتاي، من بعد ما كلينا جمعنا داك الشيء وكل شيء ودنا لاتاي، وهنايا حطينا يعني الكيكه اللي كنت درتها قبيلات معكم اللي شاركتها معكم. درنا هنايا صديقه اخرى ديالي جابت التيراميسو، وهي يعني جابت كيكه شراتها. يعني هذا هو يعني داك النهار صراحه فات زوين. مهم دابا غادي ناكلو هاد الشيء وباش نوضو نمشيو نروحو، راكو عارفين مع الدراري ديالنا يخرجوا 3:30، خاصنا يعني قبل 3:30 نكونو تما باش نمشيو نجيبوهم. مهم غزالتي هذا هو الفيديو اللي درت لكم، شاركته معكم، نتمنى كلشي يكون عجبكم. نتمنى ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك والبارطاج والمشاهده كامله، وما تنساوش تدعموا قناه شين املاك والقناه ديالي الثانيه فاتي تي في باش تعمل فائده على كل واحد، وتشجعوني دائما. قناه شين املاك فاتي تي في كتقول لكم دائما كتبغيكم بزاف بزاف بزاف. يلا نخليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله، بسلامه. We'll be right back.